بدك تدبك؟ مش مهم العمر، المهم تلبي الدعوة. ويلا عالدبكة، جبلنا نطركن. احنا جمعية جبلنا قلنا من 2006 بنعمل مهرجانات كل سنة، بناخد هو مهرجان بيئي ثقافي واجتماعي بيعنى بالتنمية المستدامة. من 3 سنين كان موضوع الدبكة لأنه هو موضوع ثقافي وتراثي، بسبب الإقبال عليه تكرر تاني سنة والسنة كمان تالت سنة، وكل العالم الحمد لله كتير مبسوطة. أنا ابن ضيعة وبندبك دبكة بعلبكية، واليوم الدبكة كانت ولعانة وكان في فرق مشتركة كتير منيحة على مستوى عالي. انتم قاعدين بنهار كامل من الرقص والتراث والمرح بوحدة من أروع المناطق الجبلية معاصر شوف. فيكم تتعلموا الدبكة، تحضروا فرق محترفة وتخلوا ولادكم يشاركوا معهم. ديك السنة جينا وشاركنا بمهرجان لهون على الدبكة وقدرنا الحمد لله انه نحصل على المرتبة الثانية، وهي السنة شاركنا كفرقة افتتاحية لحتى نقدم تراثنا. نحن صحيح بعد عن وطننا بس تراثنا هو جزء مننا. مشاركة حلوة، كل سنة منشارك هون لنحافظ على الدبكة اللي هي فولكلورنا، والأجواء حلوة مثل ما شايفة. وشو حلو لما تجتمع الدبكة بغدا قروي تقليدي يلي محضرينه ستات بيوت المنطقة، بالإضافة لتشكيلة واسعة من الأشغال اليدوية. وإذا اشتركت مين بيعرف بركي كنت بطل الدبكة.